مشكله الميه دي احنا عانينا منها ادي اكتر من اسبوع كده، قطعت الميه يومين. عندنا الطيور ماتت، الحيوانات بدات تنفق، المخابز ما اشتغلتش، وبنتصل عشان نعرف ان في مسؤول في صيانه في ملوي هو ادى امر، ما اعرفش الامر جاله ازاي، ان تقطع الميه عند دير البرشه. طب السبب ايه؟ عشان نحول ميه لبلد تاني بحالينا عندها محطه ميه، بالرغم ان دير البرشه لا تمتلك محطه ميه، لان الاطفال كانت مش لاقيه ميه. اضطريت انا وانا موظف يعني محدود الدخل اشتري ميه بحوالي ب 21 جنيه 7 جزاز ميه عشان اشرب انا وعيلتي بالليل بس، وتاني يوم افتح الحنفيه مفيش نقطه ميه برضه. انا اسمي رفيق نبيع عبد النور من دير البرشة مركز ملاوي محافظة المنيا. احنا عندنا مشكلة بنعاني منها في قرية دير البرشة، وهي مشكلة المية. داخلين على يعني في حدود اسبوع من تاريخ هذا اليوم. اللي وصلنا له اللي في هذا الموضوع ان احنا ناس، انا راجل اعمال حرة وصاحب مخبز. انا بطلع في اليوم، انا عندي مخبز طباخ بنتج 6000 رغيف في اليوم. ولما فجأة ما لقاش مية، الناس هتاكل امتى؟ وعارفين ظروف البلد اللي احنا عايشين فيه. اتجهنا الى المسؤولين فقالوا ان في مكان في الشيخ عباده عطلان. ملزم بالشيخ عباده ان في وسطينا بلد دير ابو حنس في اتجاه الجنوب نزله البرشه، والبرشه اخترنا انا من البلد دي. اختار دير البرشه. ايه ليه؟ في دير ابو حنس تفصلنا بين الشيخ عباده. نشترك مع بعض، قفل المحبس عن قريه دير البرشه. لحد اللحظه اللي احنا مش عارفين ليه. 8 قعدت 24 ساعه وميه ما جاتش. مخابز، مشاريع، مواشي، كل ده موجود في قريه دير البرشه. هيختارونا احنا ازاي؟ احنا ما نعرفش لحد دلوقتي ايه السبب اللي وصلنا له. فاحنا بنستغيث بالجهات المسؤوله. لازم نوصل لحل. بتشربوا ازاي؟ احنا بنشرب ازاي؟ بنجيب ميه من البحر. المسافه 3 كيلو. بتشوف الجراكن واللي على راس الحرم حاجه تحزن فعلا. فما ينفعش، ما وصلناش احنا العصر اما نقول الديمقراطيه والمساواه. انت تختار بلد معينه من اربع، عندك مواتير صلحها، عندنا ميه في الناحيه الجنوبيه شبعانه ميه، يشركنا معاهم. لكن انت ما تسيبنيش، مفيش حاجه اسمها ساعات محدده في الميه. ما نسمعناش على هذا الكلام، وبدون فتره محدوده، ما عرفناش بعد شهر بعد اثنين. ما ينفعش. البلد هنا كلها كم سكان؟ زيد عن 20,000، يعني فوق 25 27 حاجه زي كده، فوق ال 20,000. كلهم مسيحيين؟ كلهم مسيحيين. هل مستقصد؟ هل المسؤولين؟ انا اتصل بالمسؤولين ولا مسؤول ادانا جمله مفيده لحد اللحظه. لحد هذه اللحظه. فاحنا عاوزين نشوف ايه اللي طلعنا من هذا، لا استغناء عن المياه. قصد المنيا. المياه عندنا بتفصل 48 ساعة، لسه جاي امبارح الساعة 9 الصبح أو 10، حاليا دي وقت فصل. 48 ساعة بتفصل، واشمعنى في عيد الأم بشيء بتفصل؟ ليه في وقت نفس الميعاد بتفصل؟ نفس الميعاد ده بشهر 7 بتفصل المية. ليه؟ إيه الأسباب؟ المية مش لاقيين مية، وكان في معسكر في الكنيسة فوق جه خد مية معدنية سخنة. من قلة المية في الدير وفي أي مكان، والبلاد مش لاقية مية تشتغل بره، ما مباني ولا أي حاجة. ده كده حرام. يعني ناس جايه لنا، ناس من مصر، الدولة كلها جاية، يعني ده موسم اقطع عني المية في غير الموسم ده. موسم ايه ده؟ ده موسم لمبة بشوية. ده عيد عندنا، ناس غلابة بتيجي زي مصيف. زي مصيف، ناس جاية غلابة تزور مصيف على الجد. بيجوا يشربوا مية مش لاقيين مية في الحنفيات، يجوا ياخدوا مية معدنية وناس غلابة مش لاقوها سخنة. عند مخبز طباخي مش لاقي مية أعجن العجين، مفيش يعني العجين عندنا ما يبوظ. المياه ما نروح نجيبها من القطان من الزراعه ونجيبها من البحر. وعندنا مولد شغال صدفت معاه، يعني ما حد مش لاقيين ميه ولا مولد ولا البهايم ولا المخابز، الدنيا خربانه عندنا. يعني اغتونا مش لاقيين ميه، مش لاقيين نعجن عجين، بهايمنا مات من العطش. اما نبقى لنا من بره البحر 4 كيلو ما نروح نملى ميه عشان نقدر نعجن والعجين ما يبوظ مننا. ولا لاقيين مسؤول حد يسال عننا ولا لاقيين حد يكلمنا. يا جماعة غطونا وغطونا شوية مية بس نشرب ونراقب الناس عيش. ايه مش لاقيين مية؟ ليه؟ مالها؟ مالها مقطوع.
من الصبح مقطوع الميه.